قوي، هتتعب قوي. المنافسه غير اي مكان تاني، المنافسه بقى اللي هي ايه مع الحراس، انت مش يعني مش يعني ايه، مفيش حاجه تجيب السهل. الصبر كمان انت طبعا يعني ده دي جزء مهم، وبالذات كمان حراسه المرمى بالظبط، لان بيلعب واحد موجود، ممكن يبقى موجود اربعه، ممكن يبقى موجود خمسه، وبيلعب واحد، والواحد ده خد بالك ممكن يستمر. والكلام ده انا قلته كتير قوي بقى لما كان بيلعب شريف اكرامي، ولما قعد ولعب الشناوي، الشناوي كمل بعد كده. يعني في يعني في امور كتير هو لازم يبقى هو الامانه يعني مستوعبها بشكل كويس جدا. هو اكيد يعني حاطط في عين الاعتبار المسؤوليه دي انها ضخمه جدا. بس لما باباك كان بيدربك كنت بتقول له ايه يا كوتش، ولا كنت بتقول له يا بابا، ولا يعني بتعمل ايه بقى؟ دي اكيد رهبه مختلفه يعني. من كتر ما هو عودني على الموضوع ده انا يعني احنا بقى لنا فتره كبيره في الكوارنتين، يعني انا كنا بنتمرن مع بعض يعني مش ملعب ولا حاجه، بقول له يا كابتن يعني اتعودت فعلا خلاص ان انا حتى لو احنا بره الملعب كابتن طبعا كابتن يعني خلاص. ما هي نقطه مهمه جدا يا احمد، بس هي صعبه يا كابتن هاني طبعا، صعبه جدا عليا انا كمان. ما كنتش بتكلم على حضرتك طبعا صعبه جدا ابني معايا في الملعب، دي صعبه جدا يعني الموضوع بيبقى صعب جدا. انا مجرد ان انا جبته وبتكلم معاه يعني انا حاسس ان العالم كله بيبص عليا، مش معنى الكلمه هو مثلا يعني رغم ان مثلا يبقى في تقسيمه في هنا واقف جون وفي هنا واقف جون، انا كنت بقف يعني اروح اقف جنب مصطفى شويه، مصطفى شوبير، او جنب الشناوي، انا بقف ورا الجون عشان اوجه اشوف عشان الف اروح عند احمد اقعد دقيقه واحده وامشي برضه عشان ابن يعني غصب. الموضوع ما بيبقاش طبعا الموضوع ما بيبقاش سهل، الموضوع صعب. فالدرجه ان انا يعني مع الوقت لو احمد هيبقى له في نصيب وهيكمل في الدرجه الاولى انا ما ينفعش ابقى موجود. طيب كابتن كابتن طارق، حضرتك زي ما قلنا في الانترو شاهد على بطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي، سواء كنت لاعب سواء كنت مدرب، كلمنا عن اغلى بطوله حياتها، قلت في حاجات كتيره قوي ما بتتنساش ودي حقيقه. طبعا مفيش كلام. ايه اقرب ليك؟ هو الحمد لله انا واخد مع النادي الاهلي في الفتره اللي قعدت فيها حوالي 15 بطوله يعني خمس افريقيا 15 بطوله ما شاء الله، خمس بطولات افريقيه الاهلي في تاريخه واخد 20 بطوله افريقيه يعني 8 ابطال دوري وال12 باقيين بقى منهم سوبر وكونفدراليه وابطال كاس، فالاجمالي كله 20. انا مشارك الحمد لله رب العالمين طبعا مع الجيل اللي موجود، الاجيال بقى اللي كانت موجوده في خمس معظم بطولات تقريبا خمس افريقيه، اثنين ابطال دوري 2012 اللي خدناها في الترجي في تونس، و2013 اللي خدناها من هنا من في استاد المعون العرب مع كابتن محمد يوسف، و2012 مع كابتن حسين البدري، واثنين سوبر، واحد مع كابتن محمد يوسف وواحد مع كابتن حسين البدري، والكونفدراليه طبعا جون عماد متعب في اخر ثانيه كان مع جريدو بالظبط. فالخمسه واخد خمسه دوري، يعني شاركت مع النادي الاهلي في 8 دوري، في اثنين اتلغوا بحكم طبعا الاحداث بقى والثوره والكلام ده، ففي بطولتين اتلغوا وبطول احنا خسرناها، وخدت خمسه دوري وخدت اربعه سوبر وكاس مصر، فاجمالي حوالي 15 بطوله مع النادي الاهلي ما شاء الله. اغلاهم طبعا مفيش شك البطولتين بتوع افريقيا لانه كانوا صعبين قوي، بالذات البطوله 2012 دي كان بالنسبه لي قوي. يعني انا كنت خدت كاس سوبر محلي من انبي، كان اول مباراه كابتن هاني لو حضرتك فاكر بعد الاحداث بتاع بورسعيد، وكان اول بطوله افريقيه بقى كان بالنسبه لي كان مباراه الترجي، وتعادلنا هنا كمان 1-1 في النهائي كان في برج العرب. فان احنا بقى الاسبوعين اللي عدوا عليا وعلى شريف اكرامي دول قبل ما نروح نلعب المباراه الثانيه اللي في تونس، كان الاسبوعين صعبين جدا 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 على المستوى النفسي يا كابتن. صح، بص يا كابتن هاني، كان في خطا في المباراه دي، في المباراه الاولى اللي تعادلنا فيها 1-1، جون بتاع وليد الهشري الكورنر اللي دخل حطاه بدماغه، وكان في تاخير شويه من شريف. فاحنا 1-1 هنا وبتلعب نهائي، فانت هتروح تلعب النهائي في تونس، فالموضوع في وسط استاد رادس بقى و80 90 الف، والموضوع هيبقى صعب جدا علينا. فالاسبوعين اللي عدوا علينا دول عدوا مثلا يعني سنه، لان احنا كنا في ضغوط وكان علينا ضغط مش طبيعي بقى، والسوشيال ميديا بقى والهجوم رهيب رهيب. بتتعامل ازاي كنت؟ انا والله نزلت لشريف اكرام، انا فاكر كويس قوي ان بعد المباراه اللي كانت في برج العرب انا نزلت له الملعب وسلمت عليه وقلت له ان شاء الله هنجيب الكاس من قلت له كده والله سالي شريف اكرام موجود سلمت عليه، لان طبعا يعني انا الموقف صعب. ده احساس ولا شدته على نفسكم في التدريب؟ لا هو احساس، غير ان انا عايز اديله عايز اقومه كمان عايز اقومه اصل انا عارف انا حاسس بشريف. احنا خارجين من الملعب متعادلين 1-1 ولسه رايحين تونس فانا عايز انا بفكر في المباراه اللي هناك، بس لازم ابدا من اول ما الحكم يصفر. لو ما بداش من اول ما الحكم يصفر يبقى احنا يبقى عندي مشكله. ايوه دي شغل، يبقى في جزء اداره وفي جزء اشتغل شغل نفسي وشغل يعني قبل الشغل الفني في الملعب، لا لازم اشتغل عليه
جزء معنوي ونفسي كبير جدا. اكيد الاسبوعين اللي احنا عدناهم دول كل شغل معنوي ونفسي، زائد طبعا التمرين. وبنتكلم رحنا هناك الحمد لله رب العالمين، احسن مباراه من احسن مباراه في تاريخ النادي الاهلي، وشريف اكرام النجم المباراه هناك، وكسبنا المباراه هناك 2-1 وخدنا الكاس. اه طبعا. فالمباراه دي بالنسبه لنا الجون اللي جابه جده والجون اللي جابه وليد سليمان، كسبنا مباراه 2-1 وعملنا مباراه تاريخيه. حسام غالي يعني كان من افضل اللعيبه في المباراه ديت لو حضرتك فاكر يا كابتن هاني. طبعا طبعا دي جماهير الاهلي كلها مش ناس المباراه. اه طبعا. وكمان يا كابتن هاني بقى المباراه كمان المباراه اورلاندو اللي كسبناها 2-0 في استاد المول العرب، وكان برده المدير الفني كان الكابتن محمد يوسف. انا شايف ان من افضل المباريات عملناها، لان الفرقه دي كانت فرقه صعبه قوي، الفرقه دي كانت معانا في المجموعه وكسبتنا 3-0 في الجونه. وبعدين بعد كده احنا قابلناهم في النهائي، يعني في المباراه الاولى في كانت معانا في دور المجموعات، كسبتنا هنا 3-0، كانت مباراه صعبه جدا علينا، ورحنا هناك تعادلنا معاها 0-0. وبعدين هي تلعب الترجي، تطلع الترجي، واحنا نلعب القطن الكاميروني، نطلع القطن الكاميروني، وبعدين نقابل بعض تاني في النهائي، نتعادل هناك 1-1، وعملنا مباراه تاريخيه. كابتن محمد يوسف طبعا كان المدير الفني، ونيجي هنا بقى المباراه كانت في استاد المول العرب، نكسبها 2-0، والمباراه هنا صعبه جدا علينا. احنا بنلعب من اول ثانيه، يعني مش بندافع بس، احنا محترمين الفرقه قوي. طبيعي محترمينها جدا، فرقه صعبه وفرقه قويه جدا، فرقه مسكت الترجي يا كابتن هاني في قبل النهائي. يعني مش عايز اقول لك ان يعني عملت ماتش كبير عليها رهيب هناك في تونس وفي وفي وفي, وفي جنوب افريقيا. فمباراه ثقيله جدا، مباراه ثقيله وكسبناها برده. فدول من المباراتين اللي الواحد ما بينسى، البطولتين اللي الواحد غاليين على الواحد قوي، زائد بقى الدوري بتاع السنه اللي فاتت. دول لحضرتك عشان دول من دول دول من, طبعًا من اصعب الحاجات، دوري السنه اللي فاتت البطولات اللي انت كسبت. طبعا دوري السنه اللي فاتت يا كابتن هاني ده بالنسبه لي يعني اكن انا خدت بطوله افريقيا. كنا بعيد ايه 13 نقطه ولا يا كابتن هاني؟ احنا بعيد. بص احنا انا رجعت، انا كنت مشيت 5 شهور ورجعت. احنا لما رجعنا كنا قبل الاخير. بس كان في مباريات مؤجله. في مباراه بس خد بالك برضو كابتن هاني بتبقى ضغط اكبر عليك، انت عندك حوالي 16 17 لعيب مصاب وراجع، في حوالي 8 ماتشات متاكلين، ولما